صعب. اهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك الف عافيه. ثانك يو، ينعاد عليكم. وعليك. وعليك دكتور. قبل ما نفوت بتفاصيل هالتقنيه، خلينا نحكي شوي عن طلتك عبر محطه فرانس 24 لحتى تكون حضرتك اول طبيب تجميل لبناني بيطل عبر هالشاشه. خبرنا شوي اكثر عن هالتجربه وقد ايه مهمه بالنسبه لك. أكيد كتير مهم أنه كطبيب لبناني وبالشرق الأوسط يكون على محطة مثل فرانس 24. ومثل ما بنعرف يمكن هالمحطة صارت شوي عم تجتاح أكثر وأكثر العالم العربي. نعم. وكتير صاروا من متتبعينا بهمهم الطب والجراحة التجميلية، وهيك كان لي يمكن الفخر أنه يدعوني لحتى أكون كضيف عندهم على محطتهم، حتى نحكي عن بعض الوسائل والتقنيات الجديدة بعالم التجميل. هيدا الشيء بيشرفني وبيسعدني، وبقول أنا على كل جراح تجميل عطول يبقى مواكب الأشياء الجديدة لحتى فعلا يكون سفير مش بس لبلده، للعالم اللي بيعيش فيه عبر كل وسائل الإعلام. يمكن ما اقتصرت القصة على الفرانس 24، كمان يمكن من ثلاث أسابيع كمان إجوا صوروا عندي ببيروت بمستشفى الدكتور نادر صعب من الام سيس، من كمان الشان الفرنسية 66 مينت، يلي هي كمان إميسيون كتير مهمة عن الجراحة التجميلية بالشرق الأوسط. صح، وكانوا عم ياخذوا كمان من حكيك شوي بس كنا بالبرنامج بالسيجمنت مع بلال، فمنهنيك دكتور صعب بالفعل. كان لي الشرف يمكن يكون ضيف على سونيتا نادر بفرانس 24 يلي هي كمان موجودة على راديو مونتي كارلو، يلي كمان عن طول بعطي لقاءات عبر راديو مونتي كارلو. بدي اتشكره. انترناشونال دكتور، عالمي. دكتور صعب، اليوم بدنا نحكي عن تجميل منطقه اليدين، شو اكثر العيوب اللي ممكن نعاني منها بهالمنطقه تحديدا؟ اكيد مثل ما بنعرف الايدين هن بيفضحوا العمر، وبالتالي هون كثير من السيدات يمكن بيهتموا بوجههم، بيهتموا بشكلهم، لكن على طول وبعض البوزيسيون يلي بيقعدوها بنلاقي كثير في فرق بين عمر قفا اليدين والوجه، لانه مثل ما بنعرف الوجه كثير في له عنايه، اكين باستعمال الكريمات، الوخز، الابر، الجراحه، شد الوجه الى ما هنالك، اضافه الى العلاجات الجديده اللي هي شد الوجه من دون جراحه اللي بتعتمد طريقه الالترا ساوند. اما قفا اليدين بقي يمكن شوي الموضوع غامض. لا، من سنتين ثلاثه تبلشنا نحكي عنه ونكتشف اشياء جديده، لانه مثل ما بنعرف الجراحه ما بتنجح بقفا اليدين، وبتخلي يمكن اثر او ندبات ظاهره يلي بتخلينا ما نلجا للجراحه. طيب شو التقنيات دكتور يلي عم نشوفهم هون؟ التقنيات هي بتتعدد بعلاج قفا اليدين. اول علاج هو نحن بنحاول نخفي الشرايين الظاهره، لانه بيكون في عندنا يمكن توسع بالشرايين، اضافه الى مع مرور الزمن بدوب الكولاجين يلي موجود بقفا اليدين، مثل ما بيصير بالوجه او باي منطقه بجسم الانسان. كل ما صار في تقدم بالسن كل ما بلش يدوب الكولاجين وبلش تتجف نضاره البشره وبلش تظهر التجاعيد تباعا. هون مش بس بنلجأ لإزالة الشرايين، لكن اللي عم نشوفه هون هو ملء هالفراغ اللي نتج من وراء العمر، تقدم بالسن واختفاء الكولاجين اللي موجود. نعم، وهيدي الحقن اكيد ما بتكون مؤلمة للسيدة يا دكتور، يعني في بنج قبل ما نخضع لهالتقنية؟ اكيد بنعمل بنج شوي على اليد بتخف الاوجاع، ومنلجا لحقن عده مواد من بيناتهم يلي عم نحقنه هون هو الهيدروكسي ابتايت دو كالسيوم، يلي هو بيلعب دور كثير مهم بملء هالفراغ وبيعطي ليونه على الملمس. نعم. ما بيبين. اما الشرايين بتكون اختفت، وهون ما بنعود نخلي الازرقاء يبين على قفا اليدين. نعم. بيكون يمكن اختفاء الشرايين، ما بيعود في دم على المنطقة السطحية من اليد، وبنلجأ إلى حقن الكالسيوم هيدروكسيل أبتايد. طيب دكتور، لمين بتنصح بهالتقنية؟ يعني هل في عمر معين ولا لا بحسب كيف ما عم بيبينوا شرايين على اليد؟ أكيد مع تقدم السن
بكل بيصيروا الكل تقريبا كانديديت. لكن ببداية الأمر على عمر 30 سنة 40 سنة في بعض الناس بيكون عندهم عوامل وراثية أو بيكونوا مرقوا بفترة بحياته كانوا عم بيشتغلوا كتير، أكيد كانوا يشتغلوا بالزمانيت على اليد، بيستخدموا إيديهم بشغل، بيستخدموا إيديهم كتير، هول العالم بيكونوا عرضة أكتر لحتى يصير في عندهم هالمشاكل لأنه بترق الجلدة، أو العوامل الوراثية بيكون عندهم جلد كتير رقيقة وخاصة الشقراوات والبيض كتير بشرتهم بيضة، بيصيروا الشرايين يظهروا أكتر وبترق الجلد بطريقة أسرع. صح. نعم. خاصة بعالمنا. نعم. كرمال هيك صار في عنا الهاند ريجيفينيشن لحتى التطور اللي صار بالتجميل يلحق هالمنطقة، ولأنه يمكن مثل ما بنعرف روزاريتا بنلاقي خاصة بالعالم العربي بنلاقي كل السيدات يمكن بيبقوا محجبات أو يمكن حتى المنقبات، بنلاقي اللي ببين فيهم غالبا هن قفا اليدين. نعم. خاصة عند الأكل أو ظهور اليدين على الطاولة أو قاعدين ببوزيسيون معينة بتبقى قفا اليدين هي ظاهرة، العلامة الظاهرة عندهم. كرمال هيك هون لقيت اهتمام، ما لازم نستخف ابدا بمنطقه الايدين دكتور. نعم. هيك صار العنايه فيهم كثير مهم للحفاظ على نظرتهم، لانه يمكن وين ما بنكون قاعدين بيسالوك قد ايه عمرك، ولا بتسالي حدا ايدي بيطلبوا على طول نفرجي قفا اليدين، لانه نعم. تقريبا بيعكس بأي ديكيد الإنسان، هل هو 30 40 50؟ نعم. طب دكتور، هل التصبغات لها حل اليوم؟ صار في علاج لهالتصبغات اللي كمان بتدل على عمر او تقدم بالسن على منطقة اليدين؟ يعني كثير مهم هالسؤال، لأنه كل ما صار في تقدم بالسن، كل ما صار في جفاف بالبشرة، كل ما صرنا معرضين أكثر لظهور التاش دو فيياس او علامات الشيخوخة اللي هي بتكون تصبغات مميزة عن غيرها، وهون كمان منقدر نلجأ لعلاج بالليزر لإخفاء وإزالة هالتاش، هالتصبغات الشيخوخة أو هالبقع البنية، وهيك بيكون اكتمل العلاج عندنا، أكيد باستعمال الحقن لإزالة هالفراغات اللي ناتجة من وراء الضعف واختفاء الكولاجين، أو بالعناية والإنتهاء من الشرايين الظاهرة و اخفاء النمش والتصبغات الموجودين مع الشيخوخه. وبنلاقي الايد فعلا رجعت 20 سنه لورا بوقت كثير بسيط، وبنفس الوقت بتعمل حقن الفيتامينز وكل هالتفاصيل، يعني مثل ما بنعمل للوجه بنعمل نفس الشيء للايدين. مثل ما بتعرفي الجلد هي وحده تقريبا بكل الجسم، هون العنايه اللي كان باستعمال الفيتامينز، باستعمال الهيالورونيك اسيد، استعمال البيبي سكين، كل هالاشياء بتلعب دور كثير مهم لاعطاء نضاره للبشره ونخليها تكون مفعمة بالحياة وبالترطيب. طب دكتور، يعني اكيد مثل ما عم نشوف بالصور قد النتيجة ظاهرة بهالتقنية، قد ايه بتدوم عادة؟ يعني كل قد ايه بدنا نرجع نعيدها دكتور؟ العلاج اللي بنعمله على الشرايين بيكون مرة بالحياة تقريبا، نرجع بنعمل له مرة ثانية رتوش بسيط. أما الحقن أكيد بالكالسيوم هيدروكسيليباتايت أو بالهيالورونيك أسيد، وبعض الناس بيحقنوا الدهون بقفا اليد يلي انا شخصيا ضدها، لانه ما بتطلع منسجمه مع بعضها، بنلاقي في تكتلات دهنيه موزعه بطريقه غير منسجمه. هون انا ضد هالحقن الدهون بقفا اليدين. هون بنكررها كل فتره، بنرجع بنحقن بشكل بسيط لحتى يضل في عنا هالحياه بقفا اليدين. والنمش كل ما صار في تقدم بالسن وجفاف نقدر نرجع نعيد علاج الليزر، علاج الأول التقنية اللي ذكرناها. دكتور صعب شكرا لك، وتحياتنا لأنابيلا، الحمد لله على سلامتها كمان، وألف مبروك على المولود الجديد. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك. فاصل علينا ونتابع بقية فقراتنا. انت بغي واحد يكون دم بارد، ساكت ستيما جامد، تغلطي ما يدويش، تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة، يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش.